آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح. القرآن الكريم كتاب هداية، وهو روح وحياة ونور وضياء وشفاء ودواء، فوجب على الأمة تعظيمه والإقبال عليه، ومن تعظيمه فهم آياته ومعرفة معاني ألفاظه على الوجه الصحيح الذي يريده منزله جل وعلا. فسرها صح إثارة شيقة للروح والعقل للعودة للقرآن وفهم معانيه، إنه كلام رب العالمين فلنعظمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فسرها صح. هذا البرنامج اللي يهتم بتفسير المفردات القرآنية المتشابهة. سؤال اليوم يقول: قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، ما معنى كلمة فصالا؟ فسرها صح. قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. سؤالي عن معنى كلمة فصالا في الآية السابقة. الفصال هو التنازع في الحق أو إثبات الفصال في قضية معينة يفصل بينها بالحق. يفترقون الزوج والزوجة، فصالا يعني منفصلة، أو انفصال يعني ما عليها أي ملاحظة، يعني ما عليها أي حرج. تقريبا الانفصال معناها الطلاق، والله أعلم. فصالا يعني طلاقا، إذا أرادوا الزوجين الطلاق يعني برغبة منهم وتراضي، فما يعني ما في حرج. قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما معنى كلمة فصالا في الآية الكريمة؟ فصالا هي في الأغلب الناس يعتقدوا أنها الطلاق، لكن هذا غير صحيح. فصالا هي معناها فطام الرضيع. فصالا بمعنى فطام الرضيع. فطام الرضيع، فعلا إجابة صحيحة. فسرها صح. إذن زي ما شفنا، معنى كلمة فصالا في الآية السابقة هو فطام الصبي من الرضاعة، وليس بمعنى الطلاق. بكذا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فسرها صح. نشوفكم في حلقة جاية، في أمان الله. آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح.